أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا فاطمة بريمة وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر للعام 2024. ارتفاع عدد ضحايا النازحين من تنبول وقرى شرق وشمال الجزيرة إلى نحو 10,000 أسرة. منظمة أوتشا تقول مقتل وإصابة عشرات المدنيين ونزوح 46,700 شخص من الجزيرة. وزير الصحة عدد ضحايا منطقة السريحة بشمال الجزيرة بلغ 124 قتيل و200 جريح. وزارة الصحة تكشف عن ترتيبات مع منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر لإجلاء جرحى منطقة السريحة إلى المناطق الآمنة. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يقول الصور المروعة القادمة من ولاية الجزيرة في السودان مثيرة للقلق. قوات الدعم السريع تتهم الجيش والحركة الإسلامية بتنفيذ مخطط الحرب الأهلية بمساعدة كيكل. قوات الدعم السريع تقول نواجه قوات مدججة بالأسلحة الثقيلة في قرى الجزيرة وتمتلك مسيرات ومركبات مزودة بالأسلحة. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الاثنين جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن السودان. حمدوك يبدأ زيارة لبريطانيا للفت أنظار العالم إلى الأوضاع في السودان. استمرار المعارك في الفاشر فجر اليوم الاثنين والطيران الحربي يقصف أهداف في شرق المدينة. الجيش يسيطر على قريتي والدنورة والمخيريف في محور المناقل بالجزيرة. النائب العام يعلن فتح بلاغات بشأن الانتهاكات الواسعة التي تمت مؤخرا بولاية الجزيرة. النيابة العامة تكشف عن إعلان وشيك لمجموعات جديدة كإرهابيين. تسجيل 115 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بحمى الضنك في كسلة يومي الجمعة والسبت وارتفاع تراكم الحالات إلى 2076. الخارجية السعودية تدرك رسميا على موقعها الرسمي العنوان الجديد للقنصلية السعودية في بورسودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ختام جولة التطعيم بلقاح الكوليرا في 3 ولايات. صندوق النقد الدولي حدوث انكماش اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة بالسودان. جمعية تنظيم الأسرة السودانية تحذر من مخاطر انتشار الأمراض المعدية في مراكز الإيواء. البرهان يعلن إقامة قاعدة لوجستية في الدبة بالولاية الشمالية لتقديم العون الإنساني للمحتاجين. وزارة التربية والتعليم تعلن أن امتحانات الشهادة السودانية قائمة في موعدها المحدد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنجا.